السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أتمنى من الله أن الجميع يكون بخير، وحب أقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتابعني. كلكم كلكم بلا استثناء ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم أمين يا رب العالمين. بسم الله وعلى بركة الله. مبدئيا كده الفيديو ده ممكن نقول دردشة فضفضة، سموه زي ما تسموه. بسم الله ما شاء الله، المناظر اللي انتوا هتشوفوها في الفيديو ده جزء منها من السودة اللي انتوا شايفينه ده السودة، وجزء تاني طريق بني مازن. بسم الله ما شاء الله هتشوفوا حاجات اللهم بارك، حاجة كده ايه من وحي الخيال. بسم الله ما شاء الله. طبعا يا جماعة في ناس كتير جدا فاكرة ان أبها بس حلوة في الصيف، يعني نروحها في الصيف. لا والله ابدا، ده بصوا ده في الشتاء تحفة تحفة فنية من صنع الرحمن. بسم الله ما شاء الله، يعني اللي يحب برضو يجي أبها في الشتاء والله العظيم يا جماعة مش هيندم أبدا. وعلى فكرة يعني بصوا، يعني أقول لكم برضو خبر حلو، الإيجارات طبعا في الصيف بتكون غالية، أنا مش هقول لكم لا، بعض الفنادق وبعض الشقق المفروشة في أبها في الشتاء بتوصل ل 500 ريال في اليوم، و600 وفي ب 1000. طبعا احنا بنتكلم في المتوسط. دلوقتي احسن فندق ممكن تاخدوه ب 100 ريال وب 120، يعني اللي يحب يجي يقضي اجازه في ابها مش هيندم ابدا، وبسم الله ما شاء الله هينبسط جدا، وبرده الاسعار هتكون مناسبه جدا، سواء اسعار الشقق المفروشه، المطاعم، الكافيهات، الحاجات دي كلها اسعارها في متناول الايد واسعارها جميله جدا دلوقتي. يعني بصوا هتضربوا عصفورين بحجر، هتستمتعوا جدا باجواء ابها البهيه، وكمان هتوفروا فلوس، يعني مش هتصرفوا كتير، لكن ايام الصيف والله العظيم يعني الايجارات غاليه. انا ما اقدرش اقول لكم انها رخيصه، لكن ابها دلوقتي بسم الله ما شاء الله، وفوق ده وده مش هتلاقوا زحمه. يعني في ناس ما بتحبش الزحمه، في ناس بيبقى نفسها تيجي أبها بس بتقول زحمة وإيجارات غالية ومش عارف إيه. اللي يحب بقى يستمتع ويستمتع بصوا في الروقان، في كده إيه، في الأجواء الهادية والجو تحفة. هو بس في شوية برد كده بيجوا بعد العصر، بس والله العظيم الصبح اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام الشمس ساطعة حارة. اللي يحب يقعد في الشمس ياخد حمام شمس، جميلة خالص خالص. اما في بعض العصر بيبقى فيه شويه برد، الواحد بس ايه يحط شال، يلبس جاكيت، يهتم بس بايه بنفسه شويه. لكن في الاوقات العاديه بسم الله ما شاء الله الاماكن في ابها اللهم بارك. وزي ما قلت لكم اللي هيجي ابها في الشتاء هيكسب حاجات كتير قوي. اول حاجه مش هيصرف فلوس كتير، ودي برضو مهم كلنا بندور عليها. تاني حاجة هيعمل ايه بقى؟ هيستمتع بأجواء أبها الجميلة البهية. هو المفروض الفيديو ده أنا كنت أنزله في الصيف، بس أنا قصدت إن أنا أنزله في الشتاء. زي ما قلت لكم في ناس حاطة ببالها إن أبها بس ما تتزارش غير في الصيف، الكلام ده غلط جدا جدا جدا. أنا بقول لكم أبها في الشتاء أجمل من الصيف. والله العظيم. جمال وصفاء جو وسما زرقاء. واللهم بارك خضرة وجبال وهضاب وحاجات كده، يعني ايه بسم الله ما شاء الله. انتوا عارفين يا جماعة أبها، يعني انا عندي احساس ان في يوم من الايام أبها دي هتبقى من المدن السياحية العالمية. احساسي بيقول لي كده، وحسن ظني في الله بيقول لي كده، لان بسم الله ما شاء الله فيها مناظر وفيها اماكن وفيها مطلات اللهم بارك. على فكرة احنا في السودة دلوقت برضو، شوفوا احنا على ارتفاع خالص بسم الله ما شاء الله. السودة برضو يا جماعة، لان كان في كتير ناس سألوني هم ليه سموها كده، انا والله زيكم ما كنتش اعرف، لكن لما جلست ابحث، وطبعا ايه محدش بيتولد عارف كل حاجة، يعني لازم نبحث ونسأل ونستشير، ده الطبيعي. لما جلست ابحث عن السودة لقيت في اجابتين ليه سموها السودة. اول حاجة الاجابة الاولى قالت ان السودة دي كل الجبال اللي فيها عبارة عن براكين، يعني عبارة عن براكين طلعت وتجمدت وصارت جبال لونها اسود. دي حاجة. ولما بيصوروها من فوق بتبان كلها قطعة سوداء.
في برضو إجابة تانية والله أعلم، ممكن تكون الإجابة التانية هي الأقرب للصح، اللي هي إن السودة سموها السودة علشان الشجر اللي فيها كله أخضر جدا جدا، وخضار الشجر ده بيبان خالص لما إيه، لما تتصور من فوق بتبان برضو إنها سودة. مش عارفة، أنا أميل للإجابة التانية عن الإجابة الأولى بصراحة يعني. تاني حاجة بقى يا جماعة، السودة بسم الله ما شاء الله باستمرار خضرة، يعني أنا ما روحتش هناك لا صيف ولا شتاء ولا ربيع ولا خريف ولقيت الشجر اللي فيها يعني يابس اللي هو ناشف مثلا، لقيته مثلا ما فيش فيه ورق أخضر أبدا، بسم الله ما شاء الله باستمرار الشجر زي ما انتوا شايفين كده اخضر، ولونه بقى ايه اخضر كده وجميل، وباستمرار مليان ورق، ما بيجيش بقى يقع في الخريف ويطلع في الحاجات اللي هي التقليدية، لا ما فيش الكلام ده خالص. السودة جميلة مناظرها حلوة زي ما قلت، اللي عايز يستمتع بأبها وتجي فرصة ان هو يجي في الشتاء والله العظيم مش هيندم ابدا. الايجارات دلوقتي رخيصة جدا جدا جدا، بتبدأ من 100 ريال، 100 ريال دي شقة خلي بالكم، اوضتين نوم وحمام ومطبخ، وطبعا المطبخ فيه بوتاجاز وفيه بعض المواعين وغساله، كل حاجه، شقه تعيشوا فيها وتاكلوا وتشربوا وتناموا، شقه بسم الله ما شاء الله يعني. دي بالنسبه للشقق المفروشه في ابها دلوقتي، والفنادق برضو بس انا يعني افضل اللي يجي اللي يحب يجي ياخد شقه، الشقه اوفر واحسن، وزي ما قلت لكم يعني عائله يجلسوا فيها، شقه بسم الله ما شاء الله كبيره، الغرفه فيها غرف فيها سريرين للاولاد وفي سرير كبير، يعني شقه حلوه خالص بسم الله ما شاء الله. وزي ما قلت لكم بتبدا دلوقتي من 100 ريال، في ب 100 120 150 في هالحدود، بس مش هتلاقوا بقى الايجارات طالعه في العالي زي الصيف. ففرصه بقى في الاجازات، هم كل شهر كده بيدوا الاولاد 10 ايام اجازه، اللي يحب يجي هيستمتع جدا، وبرضه هيروح سوق التلات اللي انا بغطي منه باستمرار. بص يا جماعه سوق التلات ده العشق العشق بسم الله ما شاء الله، وهيستمتع بقى باجواء السودة اللي انتوا شايفينها دي. وبصوا من الحاجات اللي انا اتفاجئت فيها ان لقيت بيوت، يعني انا متوقع ان في بيوت هناك وفي ناس، بس ما توقعتش يعني انها في قلب الجبال كده. ربنا يهنيهم يا رب، ربنا يهنيهم بحياتهم، اللهم امين. بسم الله ما شاء الله، من الحاجات الحلوه جدا اللي بتميز المملكه العربيه السعوديه، كل ما مشينا لقينا مسجد اللهم بارك، يعني المملكة تقريبا فيها 2,500,000 مسجد وحاجة كمان، أنا الإحصائية دي أنا قرأتها تقريبا من سنة، مش عارفة دلوقتي ممكن في زيادة أكتر يعني. فزي ما قلت لكم من الحاجات اللي بتميز السودة برضو إن فيها خدمات، يعني أنا لما أكون في مكان سياحي وأحب أستمتع به لازم المكان ده يكون فيه خدمات. إيه هي الخدمات؟ أول حاجة حمامات، في حمامات طول ما انتوا ماشيين على الطريق هتلاقوا ناس بتبيع شاي جمر، ذره مشوي، حاجات حلوه كده. في بعض السيدات ربنا يديهم الصحه والعافيه يا رب، بيبيعوا مأكولات جنوبيه زي الفطير الجنوبي، زي العريكه، زي العصيده، بعض الادامات بسم الله ما شاء الله، المشغوثه بيبيعوا حاجات حلوه قوي وحاجات نظيفه، ستات نظيفه وطبخهم حلو، وربنا يرزقهم من فضله يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. انا حبيت اعمل الفيديو ده وبرضو اسلم على متابعيني، وزي ما قلت لكم اقدم لكم تغذيه بصريه هتعجبكم جدا بسم الله ما شاء الله، وربنا يصلح حالكم جميعا وربنا يسعدكم جميعا، واتمنى ان انتوا ايه تكونوا انبسطتوا معانا في الجوله دي، هي مش كبيره قوي يعني 10 دقائق كده بس، بصراحه الطريق كان تحفه، كان جميل خالص خالص، ممتع، تحس بمتعة، يجي بيوت ويجي مزارع ويجي جبال ويجي شجر، كوكتيل كوكتيل مشكل بسم الله ما شاء الله، زي ما احنا شايفين كده. في برضو برشومي اللي هو التين الشوكي، شفتوا بسم الله ما شاء الله، حتى الطرق حلوة، حتى الطرق ممتعة، يعني الواحد هو ماشي يستمتع. وشوفوا اهو في ناس بيبيعوا فاكهة وبيبيعوا خضار وبيبيعوا حاجات كتير بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين كده. دي بيوت بقى خلاص، يعني احنا دخلنا من البيوت، طلعنا من السودة دخلنا في قرية هناك بس انا مش متذكرة اسمها، بس بصراحة يعني بيوتهم جميلة وحلوة، ربنا يهنيهم يا رب، اللهم امين. والسودة دلوقتي يا جماعة برضو مش هتلاقوا فيها ناس كتير، يعني ايه على قد اهل ابها،
ناس جايه من بره كده خفيف خفيف، بس المكان حلو ونظيف وتحفه، يجلس الواحد يطبخ يسوي غدا يشوي، هتستمتعوا في كل الحالات، كل حاجه والله العظيم جميله. اللهم بارك يا رب، ربنا يحفظ المملكه ويحفظ اهلها، اللهم امين يا رب العالمين، ويحفظ سائر بلاد المسلمين، اللهم امين يا رب. بسم الله ما شاء الله. هو الفيديو خلاص على وشك ان هو يخلص، اتمنى بقى ان انتوا ايه، ان عجبكم الفيديو حطوا لنا لايك، وان عجبتكم ابها تعالوها في الشتاء والله ما هتندموا ابدا، واللي بتصرفوه في الصيف هتصرفوا ربعه دلوقتي بالنسبه للايجارات والاكل والشرب. والسلام عليكم ورحمه الله.